اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده وفيديو جديد هنتكلم فيه عن نكمل توقعات الابراج لعام 2021. والنهارده زي ما قلت لكم اننا هبتدي دايما بالابراج الاعلى نسبه مشاهده. فالبرج الرابع اللي هنتكلم عنه النهارده هو برج الحوت المائي. هنتكلم عن اهم نصايح وتوقعات والتحذيرات لبرج الحوت المائي لعام 2021. معلش يا جماعه سوري كده، يمكن تعبانه شويه النهارده ف هحاول اختصر شويه على قد ما اقدر. انا كتبت اهم النوتس هنا. اول حاجه برج الحوت، انا بحبكم جدا جدا عشان ده برج امي، ربنا يخليها لي يا رب. وانا بحب برج الحوت عشان هم طيبين جدا ويستحقوا كل الخير، وناس بتحب الخير للناس وبيحبوا الدعم. فيعني هو برج محبوب جدا وكل الناس بتحبه فعلا برج الحوت ده. اول حاجه سنه 2020 كان سنه فيها ups and downs عندكم يا برج الحوت، بس في المجمل ما كانتش سنة كويسة. ممكن تكونوا اتظلمتوا فيها، ممكن يكون حصلت حاجات كتيرة في العمل بتاعكم او في حياتكم الشخصية اتعرضتوا فيها لظلم باين، ودي كانت حاجة مضايقاكم جدا او كانت حاجة مأثرة عليكم نفسيا. شايفة ان نهاية السنة كانت بدأت الدنيا تظبط معاكم وبدأت الدنيا حالتكم النفسية تتحسن، او ممكن يكون الظلم اللي انتوا تعرضتوا له تردلكوا، يعني زي ما تكونوا بدأتوا تاخدوا حقكم وبدأتوا ترجعوا تاني لمكانتكم. فشايفة ان 2020 بتقفل معاكم كويسة. يمكن طول السنة كان عندكم شوية احزان، او ممكن تكونوا فقدتوا حاجة مهمة جدا في حياتكم، بس 2021 بتوعدكم بسنة جيدة. يعني ما تخافوش برج الحوت من سنة 2021، انا شايفة ان هي سنة بتوعدكم بوعود كتيرة جدا. هي سنة التحضيرات لسنة 2022. انا عايزة اقول ان برج الحوت سنة 2022 هتبقى البيك بتاعكم، يعني انتوا كأنكم طالعين كده من اول نهاية 2021 2022. فهي سنة اللي هي العمل الجد، سنة العمل والاجتهاد والشغل على نفسك، كأنك انت بتحضر نفسك للنجاحات، بتحضر نفسك وبتستعد للتقدم. شايف عندكم همة ونشاط وباور وطاقة، شايفاكم حاطين هدف وعملين تكونوا ادكتد ليه. بتحاولوا ان انتوا تبعدوا عن اي مشوشات، ودي حاجة كويسة جدا. سنة المواجهات، يعني حاسة ان هيبقى عندك مواجهات كتير جدا يا برج الحوت. مواجهات مع نفسك، مواجهات مع مخاوفك، مواجهات مع ضغوطات كتيرة حواليك، مواجهات مع ناس ممكن تكون انت قررت ان انت خلاص هتواجه. يعني للأسف ممكن تكونوا اكثر حساسية، ودي نقطة بتضايقني جدا في برج الحوت. انا كرشا يعني انا من اكتر الحاجات اللي بتخليني مبعرفش تعمل مع برج الحوت هو الحساسية المفرطة بتاعت برج الحوت. برج الحوت من الابراج الحساسة جدا، اللي ممكن تكون دي نقطة بتضايق ناس كتيرة فيه، اللي هو بيبقى حساس جدا، بيبقى بيزعل بسرعه. بجد يا برج الحوت حاولوا تقللوا الحته دي، بس انتوا ممكن تكونوا اكثر حساسيه. هيبقى عندكم ابداع اكتر، عندكم باور اكتر، عندكم هتبقوا فنانين اكتر. يعني اي حد ليه في شغلانه بيشتغل شغلانه فيها ابداع او فيها كرييشن هتبقى مبدع اكتر يا برج الحوت. هتقدر تدي اكتر، هتبقى اتراكتيف اكتر. شايفاكم بتهتموا بنفسكم وبتهتموا يعني حتى الناس بتاع برج الحوت تلاقيهم بداوا يهتموا بالوزن بتاعهم، بشكلهم، بشكلكم. فشايفاكم بتهتموا بنفسكم، بتهتموا بشغلكم. برج الحوت من الابراج اللي بتعرف تفصل جدا جدا، ودي حاجه بحييها في برج الحوت. يعني برج الحوت من الابراج بالرغم ان هو ايموشنال جدا وبالرغم ان هو عاطفي جدا، بس ساعه الشغل بتاعه بيرمي كل حاجه ورا ظهره وبيركز تركيز قوي جدا جدا. هتكونوا اكثر ذكاء يا جماعه. برج الحوت من الابراج اللي عندهم ذكاء اجتماعي وذكاء حتى اوريدي قوي جدا جدا. شايفه ان انتوا هتبقوا اكثر ذكاء. هيبقى عندكم كمان ممكن شويه الدنيا تتلخبط شويه، الا ان هي حتى مهما اتلخبطت ومهما حصل من تعقيدات هتفك. يعني هتفك في اللحظه الاخيره وفي اخر قطره هتتفك. فمش عايزاكم تخافوا نهائي يا برج الحوت من سنه 2021. يعني لو تعرضت لاي عكوسات او اي ضغوطات في خلال السنه كلها تتفك وكلها تتحل. كمان شايفه ان هي سنه فتح الابواب المغلقه. عندكم ابواب مغلقه كتير جدا جدا هتتفتح لكم يا برج الحوت وهتتفتح قدامكم، ودي حاجه كويسه جدا جدا. شايفه ان انتم ممكن تبتعدوا عن الاضواء لفتره. يعني انتم لو بتشتغلوا شغلانه محتاجين اضواء فيها ممكن لمرحله معينه تبتعدوا عن الاضواء وتنعزلوا شويه، او يعني تبقوا منغلقين على نفسكم شويه، الا ان الاضواء بتوعدكم ان هي هترجع تاني. اكتر اشهر الحظ عندك واللي هيحصل لك فيها بيك بتاع الحظ او يبقى جالك فيها فلوس، جالك فرص عمل كويسه جدا، هيبقى في الميدل في نص السنه اللي هو شهر مايو وشهر يوليو، يونيو ويوليو واغسطس. يعني من اول مايو
ويونيو ويوليو دولت اللي هما البيك بتاعك، اللي هو هيبقى معاك فلوس، هيجيلك فرص عمل، هيجيلك فرص نجاحات، وانت بتحب النجاح وصانع للنجاح يا برج الحوت. سنة الدعم النفسي، هيبقى عندك دعم نفسي، الكواكب هتدعمك، يعني هيبقى عندك دعم نفسي من اشخاص حواليك، عندك دعم نفسي من الكون حواليك، عندك دعم نفسي ودعم مادي قوي جدا جدا في خلال العام. بس احوالك هتبدا تتحسن اكتر، يعني انت هتفضل كده كان الكيرف بتاعك طالع، كل شويه تحس ان الشهر ده احسن احسن من الشهر اللي قبله، الشهر اللي بعديه احسن من الشهر اللي قبله، كل ما بتتنقل لشهر بتبقى افضل. بس البيك تايم بتاعك او افضل وقت ليك زي ما قلت هم اشهر مايو ويونيو ويوليو. شايفه ان انتوا كمان عندكم هتعالجوا حاجات او هتواجهوا حاجات كان عندكم شك فيها، يعني كان في مثلا امور انتوا كنتوا شاكين فيها، او عندكم هو برج الحوت يا جماعه شكاك جدا، ويعني انا للاسف في كلمه عايزه اقولها بس مش عايزاكم تزعلوا مني، انتوا عارفين انا بحبكم جدا. برج الحوت ممكن تبقى حاجه صغيره جدا هو بيكبرها في مخه، فهو بيزعل بسرعه وبيكبر حاجات بسرعه ما تستحقش ان هي تكبر، ودي حاجه ممكن تضايق البارتنرز بتوعكم يا برج الحوت او تزعلهم منكم. بس انا شايفه في المجمل ان انتم من ابراج الحظ بتاعها هيبقى افضل سنه 2021. شايفه صحتكم كمان افضل، شايف عندكم بتنعموا بالعافيه، عندكم سنه نجاحات، سنه ازدهار، سنه طاقه، قدره زي ما قلت على المواجهه. يعني برج الحوت عاده انا بشوف ان برج الحوت على فكره شجاع، يعني الحوت مش من ابراج الجبانه خالص، ما نقدرش نقول اطلاقا ان برج الحوت شخص جبان، بالعكس هو شخص شجاع جدا. فيبقى عندك مواجهات كتيره او هتبقى عندك قدره كبيره جدا جدا على المواجهه، عندكم قدره صرفيه، يعني هيبقى معاكم فلوس تقدروا تصرفوا، شايفاكم بتعملوا شوبينج كمان، يعني هتصرفوا، عندكم صدف كتير كمان هتقابلكم ايجابيه في حياتكم في فتره 2021، يعني هيحصل لكم صدف انتم مستنيينها او صدف كتيره هتبقى صدف مفرحه. طيب زي ما قلت ان يعني اي بقى حد عايز ياخد قرارات ليها علاقه بزواج، بارتباط، بمشاريع ماليه او اي حاجه، ركزوا شهر مايو وشهر يونيو، لان ده شهر اللي هو الاستحقاق بتاعكم يا برج الحوت. معلش شايفه ان انتوا هتتقدموا ناحيه اهدافكم وناحيه تحقيق اهدافكم بمنتهى الثقه، هتقدموا ناحيه طموحاتكم بمنتهى الصفه، شايفاك بروتكتيف اكتر يا برج الحوت، يعني في شخص او اشخاص هتبقى خايف عليهم، هتبقى كانك بتحوط عليهم في كل اتجاه لان الاشخاص دي تلزمك، هتبقى ممكن في اشخاص معينه في حياتك ممكن تكون قلقان عليهم، الاشخاص دي هيبقوا اشخاص ترابيين او اشخاص هوائيين، هتبقى قلقان عليهم، هتبقى خايف عليهم، هتبقى بتحاول ان انت يعني ايه كانك بتحوط عليهم، يعني اكتر الابراج اللي هتبقى very protective او بتبقى عايز تحميهم هيبقوا ابراج ترابيه وابراج هوائيه. شايفه علاقتك بشريك حياتك فيها تقدم افضل، فيها تفاهم وتناغم افضل، وسبيشلي برضو قلت ممكن تحصل شويه معاندات بس في اول السنه، بس في نص السنه لا الدنيا هتظبط جدا جدا. انا شايفه ان سنه 2021 دي سنه البناء، سنه بناء الاساسيات القويه استعدادا لاكبر سنه يبقى فيها عندك حظ سنه 2022، كانك انت بتقوي نفسك، يعني مثلا ايه انت نفسك في هدف كبير قوي قوي، فانت كانك بتتقدم خطوات كتيره في 2021 بس هي خطوات نجاح علشان سنه 2022 تاخد الحصاد الاكبر والنجاح الاكبر. شايفاك اتراكتيف اكتر يا برج الحوت، هتبقى اكثر جاذبيه، هتنال اعجاب الناس اللي حواليك ودعم الاخرين اللي حواليك، شايفه اجتماعياتك وصداقاتك هتزيد، هتبقى شخص اجتماعي اكتر. طبعا معروف ان الحوت شخص يعني ايه هو احيانا بيكون اجتماعي واحيانا بيكون يعني هو كده يعني مودي شويه في الحته دي. شايفاك اكثر اجتماعيه وشايفاك اكثر نجاحا، شايفه نجمك هيلمع كانك انت وهتبقى سبب في نجاح فريق كامل، يعني انت ممكن تكون مثلا انت بتشتغل في شركه، انت ممكن انت هتؤدي الى نجاح الشركه بتاعتك، او لو شغال في مشروع مع بارتنر عندك او شريك عندك انت هتدعمه ان هو ان انتوا الاثنين تنجحوا. انا شايفه ان كان عندك خبطه قويه سنه 2021 بتحاول تتخطاها، شايفاك هتتخطاها. شايفه عندك ناس بتدعمك، شايفه ناس بتزقك، هتنال اعجاب المسؤولين عنك، يعني مثلا مديرينك في العمل، المسؤولين عنك هيسقفوا لك، هيبقوا مبسوطين جدا جدا من طاقتك ومن الباور بتاعتك ومن ازدهارك يا برج الحوت. شايفاك بترد حقك، في ناس ظلمتك، في ناس ممكن يكونوا يعني اتكلموا عنك او 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 ناس اتكلموا في ذمتك، اتكلموا في ذمتك الماليه، اتكلموا في في
طلع لك اشاعات، الناس دي انت هتنتصر عليهم وهتحصل كارما ان انت هتاخد حقك منهم يا برج الحوت، كارما الهيه سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله كان ربنا بيقول لك خد حقك اتفضل، انت ظلمت وانا يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل بالظلم، فحقك هيرجع لك يا برج الحوت في سنة 2021، وكل الناس اللي ظلمتك هترجع ندمانة ان هم خسروك. يعني شايفة ان انت ممكن تبقى اكثر عصبية خاصة في اشهر، في شهر ابريل وشهر مارس تبقى عصبي شوية، فحاول يا برج الحوت ان انت تتحكم في انفعالاتك، تتحكم في عصبيتك. شايفة في اشخاص انت بتحاول ان انت يعني تتمسك بيهم، بس الاشخاص دي كأنهم بيتفننوا ان هم يقطعوا علاقتهم بيك، فانت في فترة معينة كده هتقول خلاص انا مش عايز. الناس السنجل شايفة كمان في فترة في فرصة حلوة جدا للارتباطات، زي ما قلت كل الفرص ارتباط رسمي او ارتباط، يعني كأنك ممكن تتعرف على حد في بداية العام، هتبدأ علاقتك تتوطد بيه، وانت تعرفين طبعا برج الحوت اناليتيكال ازاي، كأنك بتختبر الشخص دوت وتفضل تراقبه كده وتشوف هل انت يعني علاقتك بيه هتكون ناجحة ولا لا، علاقتك بذلك الشخص هتكون في البيك تايم بتاعها ولا في افضل اوقاتها في شهر برضو 5 و6 و7. احفظوا التواريخ دي، يعني شهر مايو ده اللي هو مايو يونيو يوليو دولت البيك بتاعك، عندك احتفالية يعني كأن عيلتك بتكبر يا برج الحوت، ممكن يكون زواج احد قرايبك او زواج احد يعني زواجك، زواج حد اولادك باباك ومامتك، المهم في حد هيتجوز في العيلة، فالعيلة هتكبر يا يعني انت يا اما حد من عيلتك. الكلام ده ممكن يحصل في شهر اغسطس او يا اما برضو يونيو يوليو اغسطس، يمكن هنزيد عليها شهر اغسطس. انا شايفة ان هي سنة نجاحات، ما تخافوش اطلاقا يا برج الحوت من سنة 2020، انا شايفة حظك اعلى، بس اشتغل بجد، لان انت انت دلوقتي هي سنة الزراعة، فازرع علشان تقدر تحصد بمنتهى القوة سنة 2022. عايزاكوا يا حوت تقللوا حساسية شوية، تقللوا عصبية شوية، تقللوا الدراما شوية برج الحوت، ما تزعلوش مني في كلمة دراما، بس للأسف برج الحوت دي من الحاجات اللي بتزعل الناس منك، ان انت دراماتك شوية، وانا اللي بتكلم عن دراماتك. شكرا، بحبكم جدا جدا، خليكم واثقين في نفسكم يا برج الحوت، انتوا تستحقوا هذه الثقه، وعايزاكم معنوياتكم تفضل مرتفعه، لانها هتبقى مرتفعه في سنه 2021 زي ما اتفقنا، هنعمل كل شهر قراءات شهريه ان شاء الله باذن الله نتكلم فيها عن الحياه العامه والحياه العاطفيه لبرج الحوت. بحبكم جدا جدا يا برج الحوت، وقولوا لي هل فعلا انت ظلمت سنه 2020 ونفسك ان حقك يرجع لك، واحكوا لي قصه ظلمك، عشان انا متاكده ان اي حد حوت بيتفرج عليا دلوقتي تعرض الى ظلم قهري اثر فيه جدا جدا سنه 2020. ثانك يو، بحبكم جدا جدا، ما تنسوش تابعوني على السوشيال ميديا على الانستغرام وعلى الفيسبوك.